تأخر كتير بس هالقد قديش عم ناقشها يوم ميرسي خيي، بعتذر يا جماعة تأخرت، سمعت ما عم بتقولوا تأخر وما تأخر بس كان في عجقة. لا بسيطة لو سمحت، لأن نحن مباشرة على الهواء، فيك تتفضل؟ نحن على الهواء. ايه تفضل. كله جاهز، التلفزيونات كلها. نعم. CNN. هلا أنا هذا دعيتكم لهالمؤتمر بس لوضح كم شغلة، إنه البلغموني طعن بالصميم. البلغموني حاربوه. البلغموني ما ضل في حدا ما تدخل إلا ما إنه يحجمه ما يخليه يوصل على الندوة البرلمانية. أنا هيدي الشغلة كنت متوقعها ولكن مش بهالشراسة. البلغموني باختصار تعرض لمؤامرة كونية. قصدك عالمية يعني عم نحكي؟ كونية 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 قد ما بدك بعدي كونية. كونية شو قصدك يعني؟ زحل، المريخ، ما في شيء مستبعد. ما في شيء مستبعد. الشيء اللي صار معي بلشت شك إنه حتى بهيدول الكواكب في ناس ضد البلغموني. فإذا مؤامرة كونية. كونية. التحضيرات كانت ماشية على قدم وساق وكله كان جاهز اني انا اوصل، ليش ما وصلت ما بعرف. تفضلي. عفوا بس حطنا باجواء حملتك الانتخابية، قد ايه كلفت مصاريف؟ هيدا صار ورانا، هول الامور صارت ورانا، ولكن رح احطكم باجواء انه صار في تكاليف كتير. انا سندويشات الفلافل يلي طعميتها للعالم اذا قالها تم يحكي كانت بتحكي، وكلهم اسألهم هنو عم ياكلوا فلافل رح تصوتوا للبلغموني شلوا الساندويش من تم. الغموني اللي ايه تفضل. وما شفنا حدا منهم. هيدي بالنسبه للتكاليف. انا الفرقعه اللي اشتريته 12000 دولار انه فرقعهم، ما فرقعته مين، فانا اللي فرقعت مش هن ما فرقعوا، انا داخليا فرقعت. هول كلها تكاليف. البانويات حطيتها 4 بانويات كبار حاطينهم، وحده بظهر القضيب بتقشعيها من الطياره، وحده عنا على زبالات هون حدنا، هيدي كومه الزباله زينت جبل الزبالة صورتي، وحدة بجزيرة الأرانب يمكن ما حدا بيشوفها ولكن هيدا التراث تبعنا، بانويات كبيرة حوربت عتم علي إعلاميا، ولا تلفزيون كان يقبل يستقبلني. ليش كبلغموني؟ ليه ما طلعت على ولا تلفزيون؟ جربت أنا، حاولت يقولوا لي ما في محل، ما توخزيني بهالكلمة، أي واحد مش معروف عم بيطلع عم يطلع له محل، أنا ما طلع لي محل، اضطريت روح على تيجي. انا اطلع بالتلفزيون تيجي، شو اسمه هذا سبونج بوب، وقفوا سبونج بوب حطوني انا نص ساعه بس على تيجي، ما حدا حضرني الا الاولاد. هيدول رفقاتي زملائي اللي فايتين بهالمشاريع كلها طبلونا فيها البرامج، برامجهم طبلونا فيهم. يحن صرنا 4 ايام خالصين، وين حدا بين شيء من برنامجه؟ قالوا لنا بدها تصير الكهرباء 24، بدها تخف عجقه السير، وينهم؟ 4 ايام صاروا شو عم يعملوا فيهم هالاربع ايام ما بعرف، بينما مشاريعي كانت انا اوتوستراد من هون لابروس، هيدا راح دعانا هلا، مش رح اقول لهم اياه، وما رح اعلمهم كيف، كان عندي انا مترو تحت الارض بيوصل النقوره للعقوره، بيمرق تحت زحله بيوصل عشتوره، هيدا بدي انا بدي اعطيهم اياه؟ ما راح اعطيهم اياه، هيدا انا بخبيه، يمكن بعد 4 سنين الله راد ارجع اقوله. في عندي واحد هيدي فضيحه فضايح، واحد اجى على الاكيد بده يحط صوته ما كان يقبل يخليه يصوت. ليه؟ قال اصبعه مغطس بالحبر، هو طارق اصبعه بالباب مزرق باب السياره مسكر عليه. يكبسوه يقول لهم اي، يقولوا له كذاب، قال هذا مغطس بالحبر. هو الاشياء كلهم بالطعم بده ينذكروا. طيب شو مقرر تعمل حضرتك هلا؟ عندي كثير اشياء لعملها بعد هلا. بطلب اول شيء من الوزاره انه يعملوا لنا نوع من دوره استلحاق اسمها. هيدي كيف بالتقديم بصير في دوره ثانيه، يعملوا دوره ثانيه بالصيف للراسبين. معنا وقت نرجع نراجع وضعنا، نرجع نقدم عن جديد. اكمال قصدك؟ اكمال. اكمال. هيدا الاكمال ضروري انه للناس اللي مثلنا ما راح نقبل، ولا الطعن موجود. انا اصلا طعنت قبل ما بلش، قبل يوم الانتخابات قدمت طعون، رجعوا لي قالوا لي شو انت غشيم، هلا بقدم طعون انطر تطلع، ولكن انا الطعون بعده ماشي ولا راح ارجع اطعن. ولكن في كم شغله بعد بدي اقول لكم اياها قبل، انه انا بهيدا البلد بدي اعرف شغلي، ليش تلبلغموني عم بيجربوا انه يحجموه؟ ليه؟ حضرتك عم بتقول انه كان في كذا صوت، مين بياكد لك انه في صوت تاني؟ انا طلبت من الوزاره انه يمددوا، ناشدتهم. نعم. لانه صارت الساعه 7 بعد ما اجى حدا صوت لي، قلت لهم الله يخليكم بناشدكم تضلوا للساعه 12 لا يجي حدا. انا في عندي صوتين على الاكيد كانوا موجودين، لما عملوا فرز ما بين الا صوت واحد. وين هو الصوت الثاني؟ هيدي هي الفضيحه الكبرى. شو اللي بياكد لك انه كان في صوتين؟ من هو الصوت الثاني؟ الصوت الاول مين؟ مين الاول؟ انا اكيد. والصوت الثاني مين؟ مين؟ هالمخلوق اللي واقف حدكم، مرافقي، حبيب قلبي، رفيق دربي،
هو قال لي انه حط الصوت وانا انبسطت انه صرنا صوتين. بس انت مأكد انه هو صوت لك؟ ايه طبعا مأكد لانه قال لي انه هو صوت لي. لا انت صوت لي ما هيك؟ حضرته هو المرافق اللي عم تحكي عنه؟ ايه 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 لحظة. ايه لحظة. انت صوت لي ما هيك؟ رئيس اللي صار لحظة شو اللي صار؟ لحظة لحظة صوت لي ايه او لا؟ ما هو اللي قال لك الحاله وقت ال اسمعني شوي في يا ايه لا يعني هذه يا نزلت يا ما نزلت نزل صوت بلغموني نزلته ايه او لا 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 لكن هون صار في سوء تقلق صار في اذا بتريد سؤال واضح وصل بدك تطعن ايه ولا لا لا الطعون ماشي مستمر الطعون ما في رجعن طيب مين بدك تطعن بدي اطعن هال ولا لا 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 لا